صيحات استهجان وغضب وجدها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس الاثنين في نيس، حيث شارك في دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا مجزرة الخميس الماضي. صيحات تعالت قبل وبعد الترحم مطالبة باستقالة حكومته بعد فشلها في ضمان الأمن. فالس استنكر ما وقع في اليوم الثالث من الحداد الوطني. الصافرات والشتائم لا تليق في إحياء مراسم الترحم على الضحايا، إنها مهينة عندما يكون هناك تكريم للضحايا وفي وقت لا تزال فيه ضحايا أخرى تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة. استقبال فالس في نيس اختلف في تقييمه الفرنسيون. أحد سكان المدينة يقول: أعتقد أن حلهم ليس بالحل الصواب. ماذا فعلوا إلى غاية اليوم لكي نشعر بالأمن؟ نحن نبكي موتانا كل 6 أشهر، سواء في نيس اليوم وفي باريس قبل مدة. أما هذا الآخر فيقول: حاليا الناس يقولون كل ما يمر بأذهانهم، ما الحكومة لا تستطيع مراقبة كل الأشخاص، هذا مستحيل. نفس الشيء في إيطاليا، مجنون مثله من المستحيل مراقبته. بعض التقارير أشارت إلى أن مناضلي حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرف هم من قاموا بصب غضبهم على فالس، لكن الأمر المؤكد هو أن الاعتداء زاد في تعكر الأجواء السياسية في فرنسا.